السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. من سلسلة غرف التبريد صيانة غرف التبريد المتنقلة، واليوم نتكلم على إصلاح غرف التبريد المتنقلة. كما تلاحظون هذه أرضية الغرفة، تم تثبيت هذا الألمنيوم على القاعدة الخشبية الموجودة في أسفل الغرفة كما تلاحظون عن طريق براغي، ومن ثم تم عمل وصلات ألمنيوم كما تشاهدون هذه البيضاء عن طريق سيليكون، هذه لكي تحميها عدم دخول الماء إلى أسفل الغرفة، وتثبيت البتار بشكل جيد، ومن ثم تم ترميم جدران الغرفة كما تلاحظون. تم تصفية هذه الغرفة، كانت تعاني من تسريب ماء من السقف، فتم يجب عند ترميمها تصفية الأماكن تصفية جيدة عن طريق البروش. وهذا كما تلاحظون السقف، تم خلع سلكون السابق كامل، ومن ثم عمل سلكون من جديد بس عن طريق التنظيف عن طريق البروش ومسح المكان جيدا. كما تلاحظون الآن تم عمل السلكون على الشقوق المتواجدة في هذه الغرفة، لاحظوا هذا هو السلكون اللون الأبيض، تم عمل وتعبئة الشقوق كاملة في الجدران والسقف حتى لا يدخل الماء من جديد ولا يحصل خروج للبرودة من داخل الغرفة. هذا كما تلاحظون هذا هو السلكون الأبيض، تم عمل سلكون كامل للجدران مع السقف. طبعا يجب اختيار السلكون الجيد الذي يتناسب مع درجة البرودة العالية، وكذلك يتحمل درجة حرارة عالية حتى لا ينتزع مرة أخرى. كما تلاحظون تم عمل السلكون لهذا المكان في السقف، هذا كما تلاحظون أمامكم تم تعبئته تعبئة جيدة حتى لا يحصل نزول للماء مرة أخرى أو خروج للبرودة. وهذه هي صيانة الجدران مع السقف والغرفة. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في الفيديو إذا أعجبك، وإذا لم يعجبك سيدر. هذه هي الغرفة. طبعا هذا الفيديو بس للتوضيح والتعريف كيف يتم عمل السيليكون وترميم غرف التبريد المتنقلة. كما تلاحظون الآن يتم ترميم، هذا لاحظوا الشقوق الموجودة على سقف الغرفة من الخارج، هذا هو كما تلاحظون. سيتم جلخها بالجلخ عن طريق جلخ بروش وتنظيفها بالبروش الحديد، ومن ثم يتم نفخها بالهواء حتى نتخلص من الأتربة والأذى، ومن ثم يتم عمل السلكون. لاحظوا تم عمل السلكون للشقوق والفراغات كما تلاحظون الآن أمامكم، هذه الغرفة من الأعلى. لاحظوا الآن ترميم الجدران من الخارج. كما تلاحظون يتم استخدام الدريل الكهربائي، وكذلك استخدام لا يتم استخدام في هذه الأعمال الربات العادية اليدوية، وإنما يجب استخدام الرباتة التي تعمل عن طريق الضغط بالهواء كما ستلاحظون الآن. ويجب استخدام الربت نوع طويل 5 ملي حتى يكون طريقة التثبيت جيدة. لاحظوا
هذا هو الرباتة عن طريق الهواء، كما تلاحظون تعمل عملية سحب جيد، ومن ثم تعمل على تسهيل العمل وتثبيت الألمنيوم بشكل جيد مع العوازل. هذا كما تلاحظون أمامكم. ما يهمنا بالفيديو هذا هو التعرف على طريقة عمل السيليكون والتربيت. كما تلاحظون يجب تكثيف الربت عن طريق مسافات متقاربة حتى تمسك مسكا جيدا، لأنه يتم تحميلها كمية كبيرة من كراتين اللحوم. هذه غرفة تبريد نقل اللحوم المجمدة الخاصة. بعد التربيت يتم عمل السيليكون. هذا كما تلاحظون الآن يتم تعبئة الفراغات بالسيليكون، ومن ثم يتم مسحه. الآن يتم إصلاح الباب وأبواب الثلاجة، تعاني من وجود الصدى عليها. لاحظوا الآن هذه الأبواب تم نزع ربلاتها إلى الخارج، ومن ثم يتم عمل جلق. يتم جلقها عن طريق سنترات الجلق للتخلص من الزحل، ووضع مادة عازلة أو مادة ضد الزحل، ومن ثم يتم عمل شلمان ألمنيوم. لاحظوا تم عمل شلمان مع تعبئتها بالسيليكون كما تلاحظون الآن أمامكم، ويتم تثبيتها تثبيت جيد، ومن ثم يتم تركيب الربلات الخاصة بالأبواب. الآن لاحظوا هنا، هذا أهم شيء في الفيديو هو عمل الزوايا هذه الموجودة سينستيل. هذه الزوايا مهمة جدا، وهي لعملية تثبيت الألمنيوم في أركان الثلاجة الأربعة. هذه مهمة جدا، يجب تركيبها على الأركان الأربعة. هذه هي الأركان كما تلاحظون.